اهلا بكم مشاهدينا ويوم اخر في مجلس الصائمين. قبل ما ابدا الكلام ابدا بالسلام على الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المكرم جامعه الازهر. اهلا وسهلا دكتور. بارك الله فيك وتحيه لك وللساده المشاهدين. دكتور نبدا من حيث انتهينا بالامس بالتذكير بسؤال الامس وهو ما هي اول ليله في رمضان يصلى فيها القيام؟ احنا سالنا السؤال ده امس. ده سؤال امس يعني انا ببدا من حيث انتهينا واذكر الساده المشاهدين ان الجوائز 30 رحلة عمرة لمن هم فوق 16 سنة، 30 جائزة مالية قيمة كل جائزة 1000 جنيه لمن هم تحت 16 سنة، دول حضرتك عايز تشجعهم شوية. أنا عايز أشجع الصغيرين، دول أبنائنا ودول أحفادنا، وبتمنى على كل جد وعلى كل أب إنه يشجع ابنه ويشجع حفيده لكتابة الإجابة والاهتمام بالحلقة عشان يتعلم. وكمان عايزين نذكر الساده المشاهدين في امريكا وكندا انهم يقدروا يتواصلوا معنا على الايميل، احنا عارفين ان في مشكله في الاتصال التليفوني فبنحاول نصلحها، لكن تواصلوا معنا على الايميل اللي هو بينزل على الشاشه دلوقتي، هو معنا على الشاشه دلوقتي، وابعتوا لنا الجوائز مجمعه في نهايه الحلقات. نبدا حلقتنا يا دكتور. باذن الله. كان في كلمه اخيره على التراويح، كلمه سيدنا عمر بن الخطاب حضرتك. ولما سيدنا عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على أبي بن كعب كإمام وتميم الداري، فخرج لينظر أثر الاقتراح الذي قدمه للمسلمين في جمعهم على إمام واحد، فيعني جاءته نشوة وسعادة أن المسلمين تجمعوا وهدأت نفوسهم والإمام يقرأ وهو يرتل ترتيلا صحيحا، وتكاد تكون الحياة الإيمانية قد عمت، فاستشعر بفرحة وقال نعمة البدعة هذه. هو قال بدعة ليه؟ قال لي إن سيدنا النبي ما عملهاش ولا سيدنا أبو بكر، ده هو اللي فكر في إنه يجمعهم على شعيرة وعلى إمام واحد. طب ما حضرتك هنا هتضطرني أقف، ودي بقى الكلمة اللي بتتقال دايما كل بدعة ضلالة. صحيح. طب ما هنا البدعة مش بالضرورة إنها هنا يجب أن نفهم يعني إيه بدعة. بدعة يعني مستحدثة. هل البدعة المستحدثة التي جاءت لخدمة الدين تسمى بدعة؟ أم البدعة المستحدثة التي جاءت لتخريب الدين تسمى بدعة؟ اللي تخريب الدين طبعا، بس يعني إيه مثلا؟ هضرب مثال. سيادتك خطيب الجمعة زمان كان بيرفع صوته قوي من أجل أنه يسمع الناس المصلين في المسجد، وبينزل مفرفر كده وتعبان يقعد لحد المغرب تعبان. بسبب ايه؟ مفيش ميكروفون. المصلين زمان كانوا بيدخلوا المسجد وبيصلوا على الحصى، فكان كل واحد منهم راجع راسه كلها عبارة عن بزابيز وعلامات من الحصى وركبه وايده. الناس اخترعت السجاد الحصير اول الحصير، وبعد الحصير اخترعت السجاد الموكيت والسجاد. فأصبح ده اختراع جاي لخدمة المصلي وخدمة الدين وتمكين العبادة أن تتأتى بوجه مريح، ولا جت تخرب في الشعيرة؟ لا بالتأكيد ده رفعة الدين يعني أفضل يعني للناس. النهاردة الناس كيفوا المساجد، ما عادش المصلي يبقى تعبان وهو قاعد، خاصة في عز الحر اللي شايفينه. تعتبر دي بدعة حسنة ولا بدعة سيئة جاية تخرب الدين؟ بدعة حسنة، ده بيت الله. بناء عليه كل بدعة جاية من أجل تمكن الدين يبقى دي مش بدعة، ده اسمه تجويد وتحسين لشعيرة الدين. بس وصف، أما البدعة، وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليها أنها بدعة، فهنا ده يخلينا ننظر لكلمة بدعة لغويا. هو بيفتح ذهننا لغويا. بيفتح ذهننا، عايز يقول يا ناس ما تبقوش بقى كده اي بدعه تعتبروها ضلاله، لا ده في بدعه حسنه وفي بدعه سيئه. البدعه الحسنه هي اللي جت تحسن وتمكن من امر الدين، والبدعه السيئه هي اللي جت تخرب الدين. واحد مثلا جاي يقول نلغي الاذان ونخليه سلام وطني، ده يبقى بدعه سيئه. واحد يجي يقول احنا بدل ما نصلي الظهر 4 ركعات نخلي ركعتين عشان الدنيا حر ونخلي الفجر 4 ركعات، لا ده تخريب في الدين. وهكذا بقى، اللي يخرب فيه ما ورد هو ده اللي نرده، واما اللي جاي يمكنني من اداء ما ورد يبقى انا بشكره، لان هي دي البدعه الحسنه. فسيدنا عمر بيقول كانت الناس بتصلي التراويح لوحدهم،
او جماعات. ممكن تشوف في المسجد واحد جماعتين او جماعه بعد جماعه، وممكن تشوف واحد بيصلي لوحده والتاني بيصلي جماعه. لما سيدنا عمر جه وجمعهم على يوم واحد وجد ان في استفاده عامه، فقال الله ده الكل استفاد نعمه البدعه هذه. يبقى البدعه دي جت تخرب في الدين ولا جت تمكن؟ جت تمكن. قول لي بدعه سيدنا عمر الزم فيها المسلمين بالنزول من بيوتهم الى المساجد؟ لا بالتأكيد. لا 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 بالتأكيد. لم يأتي بشيء، لم يأتي بشيء. ألزمهم بأن لازم يصلوا خلف أبي بن كعب، ولا ادالهم الحرية اللي عاوز يصلي ويسمع قرآن أهلا وسهلا، جبت لكم خدمة خصوصية، جبت لكم أبي بن كعب. واللي مش عايز يصلي في بيته، يصلي في نهاية المسجد براحته، ولا اتدخل في شؤون الناس الداخلية؟ لا بالتأكيد. إذا سيدنا عمر أضاف ولم يعدل في الدين، فقال نعمة البدعة هذه. لكن الجملة الأخطر اللي قالها، اللي ناس كتير مش عايزين يقفوا عندها، قال رضي الله عنه: والتي ينامون عنها خير من التي يقيمون. سيدنا عمر بيقول لهم: هو انتوا يا ناس يا مسلمين ياللي بتحبوا تقيموا رمضان، فرحانين قوي بقيام رمضان وكأنكم يعني مسكتوا العبادة كده ووصلتوا القمة، ده انتوا اخدتوا درجة اولى، ده في حاجة تانية فاتتكم اجمل واحسن واقوى، وهي صلاة الليل طوال العام، التهجد. اسمها تهجد، اسمها الليل، اسمها القيام طوال العام، ملاش علاقة برمضان، في رمضان وغير رمضان. ركعتين، الحد الادنى ركعتين، عايز اربعة خليهم اربعة، عايزهم ستة ستة براحتك على قد ما تقدر، بس الحد الادنى كام؟ ركعتين. انك بتقوم مخصوص أو بتسهر وتأتي في ثلث الليل الأخير، الأفضل ممكن تصلي في نص الليل، ممكن، بس ده الحد الأدنى بتاعها أقل من الحد الأدنى بتاع صلاة التراويح. آه طبعا، الحد الأدنى بتاع التراويح 8 ركعات. أحسنت. الحد الأدنى صلاة التراويح لازم 8 ركعات، ده بالاتفاق، لأن الأحاديث التي وردت في قيام رمضان ما ثبت أقل من ذلك. لكن ثبت أكثر من ذلك في عهد سيدنا عمر 20، أو في عهد عمر بن عبد العزيز 36. فالإمام مالك في أشهر روايتين عنه، له روايتين مشهورتين، قال مرة 36 ركعة الحد الأدنى في اليوم، والقول الثاني المشهور قال مع الجمهور الحد الأدنى 20 ركعة. ابن تيمية واللي قبل منه كمال ابن الهمام وبعض المالكية قالوا إن الحد الأدنى في صلاة التراويح 8 ركعات، اللي يصلي أقل من 8 في اليوم كأنه ما صلاش. على فكرة لو فاتته في يوم الأيام، من حقه على مذهب الشافعية والمالكية إنه تاني يوم يقضيها. في كمان حتة لطيفة في صلاة التراويح. هي صلاة التراويح الأفضل إن احنا نصليها بعد العشاء ولا نأخرها لنص الليل؟ الله أعلم، بس هو المتعرف علينا بعد العشاء على طول يا دكتور. أنت هتعرف اللي قال الأفضل إنها تكون بعد العشاء مين؟ مين؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد بن حنبل. جمهور الفقهاء قال لا، الأفضل إنك تأخرها لنص الليل. طب ما لو في صلاة قيام حضرتك كنت بتقول امبارح، يعني اللي عايز يعمل صلاة التهجد أو القيام بعدها فعايز يوفر، ما هي صلاة القيام ركعتين وصلاة قيام رمضان التراويح 8 ركعات، يبقى المجموع 10 ركعات. بس خلي بالك هنا، أنا بثبت بالخبر ده إيه؟ بثبت شيء مهم. إيه هو؟ إن أكثر المصريين، بل أكثر المسلمين على مستوى الأرض، أكثر المسلمين على مستوى الأرض بيصلوا التراويح إمتى؟ اغلب المسلمين بعد العشاء. بعد العشاء. افتح كده مكه والمدينه بيصلوا التراويح امتى؟ بعد العشاء. بعد العشاء. وفي مصر بعد العشاء. بعد العشاء. صحيح. ايه رايك؟ خالفوا بذلك الافضل عند جمهور الفقهاء. لم يوافقوا الا قول الامام احمد الذي يرى بان الافضل صلاه التراويح عقب صلاه العشاء. طب هناك بعض الاسئله، ان في ناس بيقولوا انه من الافضل تاخير صلاه العشاء نفسها شويه في رمضان. ده في رمضان وغير رمضان، على اساس القيام، على اساس النوم، بان الافضل قبل الكهرباء طبعا. هذا الحديث انما ورد قبل وجود الكهرباء ووجود السهر الان، لان الفقهاء يرون بان نهايه يوم المسلم في حياته تكون عباده وذكر، ما يجيش يصلي العشاء ثم يقضي بعض الامور وخاصه في التجارات اللي فيها لغو ورفث، وبعدين ينام على معصية. فالأفضل إنه ينام على طاعة ولا ينام على معصية؟ ينام على طاعة. لكن لمن تشكك في قدرته في تأخير العشاء في الليل، يبقى الأفضل له يصلي العشاء في وقتها ولا
في اخر الليل قبل ما ينام؟ تصليها في وقتها. ليه؟ عشان النشاط. عشان النشاط وعشان يؤدي العباده بحقها. لكن لو قعد ياجل ويسوف وقال خلاص خليها الامر الثاني ان التاخير تاخير في المسجد في الجماعه، باعتبار ان امام المسجد بيتاخر في اقامه الصلاه من اجل جمع الناس الذين يغلقون محلهم ويتركون اشغالهم من اجل التوجه الى المسجد، خلاص بيقفلوا يوم عمل، اللي بيقفل المحل واللي بيقفل تجارته واللي بيقفل شركته واللي بيقفل مكتبه، وبعدين بينطلق الى المسجد، فيسن تاخير اقامه صلاه العشاء الى جمع هؤلاء حتى اذا ما ذهبوا الى بيوتهم كان اخر اعمالهم في النهار او في اليوم عباده. طب دكتور، انا ذهني تفتق عن سؤال، ما هو الحد الادنى في عدد ركعات السؤال النهارده يعني في الحلقه؟ جميل. ما هو الحد الادنى في عدد ركعات صلاه التراويح اللي لسه مجاوبين عليه؟ عمر توقع الله، خليه سؤال جميل. ما هو الحد بسيط الادنى في عدد ركعات صلاه التراويح؟ اجبنا عليه، مشاهدينا اجبنا عليه فعلا. يبدو انك انت بتحب قوي الشباب دون سن 16 ان شاء الله، وما هو اكبر من 16 سنه ان شاء الله يوفقهم ربنا في رحلات عمره، وان شاء الله الاسئله هتنزل معانا بصوت بعد كده يعني لوحدها بصوت الاستاذ علاء بسيوني عشان نسهل عليكم اكتر وتكون متابعينها اكتر معانا. اسمح لي نقدم له الشكر بقى لانه اهتم بالاسئله واهتم بانه يعرض السؤال بصوته الكريم من اجل تبسيط السؤال، لان اخراج السؤال ايضا فن. طبعا طبعا. ويشاركنا في العمل الخيري ده. والاسئله كمان موجوده على صفحتنا في الفيسبوك مجلس الصائمين بالعربي، تقدروا تتابعونا وتتابعوا الحلقات عليه. دكتور دلوقتي عايز انتقل لسؤال لموضوع اخر، لكن قبل ما انتقل لهذا الموضوع في سؤال. مجلس الصائمين، هل الصائمون لازم يتكلموا في امور تخص الصيام بس؟ هو الصائم ده مش عابد لله؟ طبعا. ده انت لو ذكرت الصائم كانك ذكرت المسلم بكل العبادات. ولما تقول الحاج كانك ذكرت المسلم بكل العبادات، ولما تقول المصلي كانك ذكرت المسلم بكل العبادات. اذا هي رمز لسائر الاحكام العبادات. ولا هو الصائم ما بيصليش؟ لا. ولا هو الصائم ما بيهتمش بالتجاره والمكاسب؟ ولا هو الصائم ما بيهتمش بالمعايش ومراعاه حقوق الجوار؟ ولا هو الصائم ما بيهتمش بترك اللغو والرفث من والصخب في الحديث؟ ولا هو الصائم ما بيهتمش بقدر القرآن الكريم والاستزادة من الذكر؟ إذا الصائم إنسان يعيش في المجتمع. هل الصائم ينفع يتكلم في كرة القدم مثلا؟ ده سؤال بقى أنت بتجامل فيه الشباب يعني. بس يعني إيه رأيك إن الإسلام بيجامل أكتر الإنسان والشباب والصغار والكبار؟ لأن الإسلام دين رحمة. الإسلام دين يسر. كما ورد في قول الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ليه في هذا سببان؟ أن أولا أن النهاردة في مباراة تاريخية لمصر مع البرازيل في الأولمبياد، وإحنا ما وصلناش الأولمبياد من 20 سنة، ولعبنا البرازيل مرة في الستينات قبل كده وتعادلنا 1-1. لكن في فتاوي بتطلع، فتاوى كثيرة هذه الأيام أو غريبة، إن الكرة حرام مثلا. وأنا سمعتها من شيوخ إن أنتوا بتضيعوا وقتكم، ودي ما يعني ملذات وحاجات كده يعني. فمش عارفين، طب هل الكرة حرام؟ مع يعني دي حاجة، هل يصح حضرتك قلت لي يصح للصائم إنه يتحدث في الكرة؟ فكده حضرتك جاوبت لي على السؤال ده. لا أنا هفتح الموضوع. أنا اتفضل. إحنا مجلس فقه. اتفضل. خلينا نتكلم في الفقه وخلينا نقول جملة في غاية الأهمية. هو سيادتك منزعج ليه من اللي قال الكرة حرام؟ أنا بقى اللي منزعج منك. ليه بقى؟ لأن سيادتك ظنيت إن هو نبي، وإن هو جاب لك الديب من ديله، وجاب لك الحكم الذي لا حكم بعده. لا، ما أنا ما خدتش بالكلام، أنا بتفرج على الكورة برضه. أنت تسمع من هنا؟ وتميز. طبعًا. قلبك قبل؟ يبقى هو ده الحكم اللي قلبك ربنا أشار إليك فيه. قلبك ما قبلش؟ اسمع الفتوى التانية. لأن الفقهاء وظيفتهم البيان. ولا الفقهاء انبياء؟ لا، الفقهاء وظيفتهم انبياء. لا خلاص، بيان بس. والبيان بتاع الفقيه فتوى ملزمه؟ لا بالتاكيد. لا، فتوى اختياريه. انت ليه منزعج؟ خلي يقول حرام حرام ولا حلال حلال، وخلي المشاهد برضه يشغل راسه ويقول انا فين من الفتاوى دي. دي رسالتي بقى، رسالتي الشخصيه في ان انا
أعطي المسلم والإنسان حقه في أنه يظهر بإنسانيته وعقله واختياره، زي ما فلان ظهر وانبرى بفتوى والتاني انبرى بفتوى، أهلا وسهلا، أنت كذلك تنبري بالاختيار. أنت كذلك، مش أنت بإذن من سعد، ولكن بإذن من سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، لما جاله وابصة بن محمد وقال له يا رسول الله ما البر وما الإثم، إلى أن قال له يا وابصة استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. اسمع من كل وشوف قلبك بيقول إيه، واعرف إن قلبك ده هو اللي أنت ربنا يحاسبك عليه، مش هيحاسبك على شكلي لو أنا لابس مثلا زي معين، ولا على كثرة القائلين، ولا على صوتي العالي، ولا على لكلك وحاول إن أنا أغطي على تركيزك يعني بسحر البيان. لا 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 لا، لازم في الآخر استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. اللي بيقول حرام حرام ليه؟ له منطق وجهة نظره، إن ده شهر القرآن، شهر العبادة، نقوم نسيب العبادة والقرآن ونروح نلعب. ده مش على النهاردة، ده بيتكلم على إطلاقها يعني كرة القدم. جميل. يبقى بيقول أيضا منطق آخر، وهو إن لعب الكورة بتضطر تلبس فيه شرط، والشرط بيظهر فيه جزء من العورة اللي هو الفخذ، فهل ظهور الفخذ حرام وبناء عليه انت نزلت وخليت غيرك ينظر الى الفخذ يبقى حرام، انت ارتكبت حرام؟ منطق. تعال نشوف وجهة نظر اخرى، بيقول ان انت جاي تنزل تلعب واحترفت اللعب، بقى اللعبة اللي هي جاية هواية من اجل الترويح عن النفس تحولها صناعة وتحولها وظيفة وتحولها الى اجر وراتب وتحولها الى مكافآت بالملايين، ده يبقى انت خليت اللعب اللي هو الهزل جد. منطق. منطق. تعال شوف بقى اللي بيقولوا حلال، بيقولوا حلال اولا ظهور الفخذ. من قال بان الفخذ عورة؟ الذي قال بان الفخذ عورة اخذوا بحديث اضعف من الحديث الذي يدل على ان الفخذ ليس عورة. ولهذا الإمام البخاري نفسه لما أورد حديث جرهد وحديث أنس، فبيقول إن جرهد كان أظهر فخذة فقال صلى الله عليه وسلم له غطي فخذك فإنها من العورة. وأما حديث أنس فبيقول أنا كنت مع سيدنا رسول في خيبر فحصر الإزار عن فخذه فكأني رأيت بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس أسند، فقال حديث أنس أسند، أسند يعني قوي، سند ثابت. وحديث جرهد أحوط. يعني أنا عندي دليلين ما عنديش دليل واحد، واحد أقوى من واحد كمان. الأقوى بيقول إن الفخذ ليس عورة، وده اللي خلى ابن حزم الظاهري يجهر ويقول إن الفخذ للرجل ليس عورة وإن العورة السوأة فقط. إذن أنت على مذهب ابن حزم الظاهري لست مخطئا، بل على دليل حديث أنس في صحيح البخاري لست مخطئا، لأن سيدنا رسول الله حصل إزار عن فخذه. ده اللي بيقول كده، ده اللي بيقول إن نزولك بالشرطة حلال. إذن اللي بيقول نزولك بالشرطة حرام له منطق حديث جرهد، واللي بيقول نزولك بالشرطة حلال له منطق وهو حديث أنس. الاثنين معذورين ولا غير معذورين؟ معذورين. بقي الجمهور يختار، من حقه يختار، أنا عندي رأي وعندي رأي. اثنين، هو غلط إن أنا أحول اللعب لصناعة؟ طالما صارت صناعة عادلة، يعني عادلة بضوابط وشروط عامة مجردة، يعني عامة مجردة ما فيش مجاملة، مش بعمل بمكيالين، بعمل بمكيال واحد، فأصبح في قوانين ولوائح تمشي على الكل، وسعر اللعيب أصبح عرض وطلب، والمجتمع ارتضى بهذا لان فيه تذاكر بالدفع وفي اعلانات بتيجي. وممكن تبقى زي مثلا مهنه المحاماه في اواخر القرن ال19 او مهنه الصحافه في اواخر القرن ال20 او مهنه التمثيل في فترات طويله يعني طب ليه ما تخليك في مهنه الائمه والخطباء؟ مالهم دول يا دكتور؟ مش بقى لهم مرتب؟ وكان زمان خطبه الجمعه فرض عين على او فرض كفايه على من يقوم بها من اداء الواجب، والاذان مش دي كلها وظائف صحيح. اصبحت مستحدثة والمجتمع ما عاد يصلح إلا بها.
صحيح. لا انا بتكلم ان نظره المجتمع للمهن دي في بدايتها، يعني المحاماه كان المجتمع بينظر لها مهنه مش مقدره قوي، أقل من جيده يعني، لحد ما تحول ان 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 قمم المجتمع المصري هم من المحامين سابقا. لا انا وجهه نظري لما ذكرت الائمه، وجهه نظري اقول لحضرتك ان المجتمع من حقه ان يستحدث وظائف برواتب طالما ان وجد حاجته لذلك، ومن اهم تلك الوظائف خطب الجمعة وإمامة المسلمين في الصلاة والأذان وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم شعائر الدين. مش دي كلها كانت الأصل تطوعا، تطوع صحيح. اتحولت لوظيفة ومهنة وأصبح لها مبالغ، بل مبالغها بتتفاوت بتفاوت الضيف والداعية صحيح. وفلان يأخذ كذا في التراويح، وفلان يأخذ كذا في التراويح، وأصبح موسم التراويح موسم يعني خير للكل صحيح. فلماذا نأتي على لاعب الكرة ونقول لا ده انت مش من حقك إلى آخره؟ هو طلب منك حاجة، ده بياخد من التذاكر التي تطوع بها ودفعها طوعا المتفرجون، والإعلانات التي تأتي ومن خلالها بيتم قسمتها على منظومة من يعمل في هذه الصناعة. لماذا نقف في حجر عثرة أمام تقدم مجتمع، أو أمام مجتمع يرتضي بحال قائم على الرضا وليس قائم على التدليس؟ إذن أصبح عندي رأيين، رأي بيقول حلال ورأي بيقول حرام. بقيت المسألة في رمضان بالذات. واحد رأي يقول لا لعب رمضان أنا هوافق، لعب الكرة هوافق عليه في خارج رمضان، بس في رمضان لا. رمضان لا ليه؟ ده شهر العبادة وشهر الصوم. الرأي الثاني يقول مين قال في رمضان لا؟ هو أنا عندي نهي ينهى المسلم عن أن يمارس المباحات في شهر رمضان؟ ده بالعكس، خد حكم في أخطر المسائل. في قوله تعالى فمن كان منكم مرضا على سفر فعيته من أيام أخر. في حد بيجيب مرض نفسه؟ طيب هنسيبها، بس ممكن هنسيبها دي. لكن في حد بيجيب سفر لنفسه؟ طبعا طول الوقت. يعني سيادتك مثلا قاعد في القاهرة وبعدين الظهر جدا وانت بقى حسيت بجوع وعطش، قلت ايه أما سافر اسكندرية عشان أفطر. هو انت من حقك تسافر ولا لا؟ من حق اسافر. طب ولو سافرت من حقك تفطر ولا لا؟ ايوه، بس سفر من غير سبب يعني. هنا بقى مذهبين. اكثر اهل العلم قالوا من حقك تسافر. ليه؟ لان سيادتك لا حجر عليك في قرار السفر، وقرار السفر مرجعه الى الانسان وليس مرجعه الى رب الانسان. المهم ان يكون سفرك سفر طاعه. يعني ايه سفرك سفر طاعه؟ ما تكونش رايح عشان تسرق، ولا تكون مسافر عشان تقتل، ولا تكون مسافر عشان تاتي بفاحشه. لا ده انت مسافر سفر مباح. طب ما ده مسافر عشان يفطر يعني عشان لا هو مسافر الفطار. من اجل يعني انما الاعمال بالنيات. خلي بالك عشان ايه راح يفطر دي، انما الاعمال بالنيات. بس هو لما اعلن سبب سفره كان ايه؟ زهقان من القاهره. واحد زهق عايز يغير جو، حقه ولا مش حقه؟ حقه. مثلا واحد يقول انا رايح اشوف صاحبي اللي في اسكندريه، واحد يقول رايح اشوف اختي اللي في اسكندريه، واحد يقول انا رايح عشان شغلي في اسكندريه، واحد يقول رايح علشان ابرم صفقه مهمه في اسكندريه. فاصبح كذا غرض. الاغراض ديت متعدده، الاسلام اتدخل فيها ولا نصب شيخ يقف لك كده يقول لك تعالى قبل ما تسافر هنقف على المرور خروج من القاهره واسال سبب سفر كل واحد. انت مسافر عشان ايه؟ لا مش من حقك تسافر، انت خليك تصوم. ينفع؟ لا طبعا. الاسلام بيتدخل في حوت الناس؟ لا لا لا، ده تبقى وصايا ويبقى ربنا ركبنا على بعض ونحن بنعبد بعض. لا ده احنا بنعبد ربنا ما بنعبدش بعض. صحيح. من اجل هذا سافر براحتك وانا سافر براحتي، ده قول اكثر اهل العلم. لكن قال سويد بن غفله، وده من كبار التابعين وابن مجلز، ان من حل عليه رمضان فلا يجوز له ان يسافر، يبقى حتى يصوم شهر رمضان في مكانه. خلاص انت حل عليك رمضان، في وجب عليك صيام رمضان، اثبت بقى. طب ما ده راي يعني اذا كان في القران موجود وان يعني مفيش. ده تفسير، ده تفسير كلها اجتهاد انساني، ليس قول رباني ولا قول نبي. ولا حتى لو مضطر ما تسافرش طبقا للراي ده؟ لا، للضروره معروف ان الضروره تبيح المحظوره. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ده الضروره مفتوحه، باب الضروره مفتوح. بنتكلم على باب غير الضروره. فبيقول لك انت عارف زي ايه بالظبط؟ زي من جاء صباح الجمعه واصبح ارتبط بخطبه الجمعه او بصلاه الجمعه
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. الجمعه الساعه 12 وسيادتك جيت الساعه 11 ولا الساعه 10 وقلت انا مسافر. طب انت لما هتسافر هتروح منك صلاه مين؟ الجمعه. فهل من حقك تسافر وتضيع الجمعه؟ جمهور الفقهاء بيقول نعم. الشافعيه في اصح الوجهين عندهم يقولوا لا، وبعض الحنابلة ايضا كذلك قالوا لا، طالما صحيت الصبح وجاء وقت الضحى فاصبح انت مرتبط بالجمعه، ما تسافرش، انت متعلق بالجمعه، لانك لو سافرت كانها حيله لترك مين؟ الجمعه. بس ده ممكن في وقت السفر كان اصعب وكان الواحد بيتحضر، يعني مش بمجرد قرار وقتي. لا، وحاجه تانية ان النهارده في امكانك تسافر قبل الجمعه بخمس دقائق وتلحق جمعه في القريه اللي جنبك. صح، ما احنا عندنا ما شاء الله تقريبا بين كل مسجد ومسجد مسجد. صحيح. ففي امكانك تسافر وتلحق الجمعه في اي مكان. طب هل اللعيبه يفطروا يا دكتور؟ لا، فطر اللعيبه ده يرجع الى المشقه. اولا ليس عندنا رخصه لاي عمل شاق. احنا ذكرنا قبل كده حتى العمل في مناجم. صحيح. والعمل في الاعمال الشاقه، وخاصه العمال المواد البناء اللي بيحملوا مواد البناء، دول لهم كل تقدير، وعمال النظافه على فكره دول اتمنى من الدوله انها تنظر اليهم نظره رحمه، وهم الاولى بالرعايه، لان بيعرضوا نفسهم لمخاطر صحيه ومخاطر حياتيه، وهم في امس الحاجه الى رعايه. مش عشان هم ما تعلموش يبقى احنا نعملهم عمال سخره، لكن هؤلاء الشرع لم يجعل لهم عذرا لا الا في السفر او في المطر، عفوا الا في السفر او في المرض، فهم ليسوا مرضى اذا يتحملون. فان بلغوا من المشقه مبلغ المرض صاروا كالمرضى. اذا الواحد يتفرج النهارده على الماتش ويشجع نفس الامر في لاعب الكوره، ليس من حقه الفطر، ولكن ان بلغ به المشقه لدرجه البرد فمن حقه ان يفطر بصفته مريضا لا بصفته لاعبا. يعني بصفته وجد مشقه في الصوم هذا حقه، وما نقولوش مش من حقك تلعب عشان تكمل الصوم. خد دي المعلومه دي مهمه جدا. ايه هي المعلومه دي بقى؟ مش من حقك تلعب عشان تكمل الصوم. هضرب مثال. واحد مسافر ومعاه زوجته، وبعدين ليس عنده ماء الا ماء الشرب، يا دوب يكفيه ميه شرب وطعام وشرابه. هل من حقه ان يلتقي بزوجته في الحلال ويوجب الغسل وليس عنده ماء غسل، وهو يعلم انه ليس عنده ماء غسل؟ دي مساله. ولا من اجل عدم وجود الماء الغسل اللي هو غسل الجنابه يبقى ممنوع ان يلتقي بزوجته؟ هو مش ممنوع، بس يعني اكثر الفقهاء لدرجه انه اجماع يجوز للزوج ان ياتي زوجته لان امامه التيمم. احنا مش طالبين منك الاغتسال وجوبي، ما كانش فيه يبقى في تيمم، لكن خد راحتك. اذا المسلم بياخد راحته ولا ما ياخدش راحته؟ ياخد راحته. المسلم بياخد راحته، فمش عايزين العباده توقفك عن قرارك ومسير حياتك ومعاشك. امشي في معاشك زي ما انت. انا هستاذنك بس يا دكتور لان في تليفونات. استاذه منى من القاهره. ايوه، اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا، كرمكم الله. بحييك وبحيي ضيفك الكريم. يعني هو احسن راجل في مصر، ده رايي. ربنا يحفظك. هو من احسن رجال مصر. مصر مليانه رجال كتير وفقهاء كتير. مصر ولاده الحقيقه. ده حاجه تانية مختلفه تماما. انا هسال سؤال. اتفضلي يا استاذه منى. ابو حنيفه انا بشوفه ان هو يعني في يسر كتير، فهل السجاير حرام قوي 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 ولا حرام نص ونص، ولا ممكن نشرب شويه؟ في غير رمضان طبعا، في غير نهار رمضان. في غير نهار رمضان يعني. لا طبعا، نهار رمضان هي عاده سيئه، انما انا بسال بمناسبه الفتوى بتاعت الشيخ الدكتور ناصر فريد وصل، واحنا اعتبرنا الفقهاء الكبار ما هماش يعني، وانا بحب الحديث بتاع استفتي قلبك يا واصل، بموت فيه، فانا استفتيت قلبي. شكرا. لقيت شويه حرام وشويه حلال. شكرا استاذه منى. هل في سؤال تاني او حاجه؟ لا والله انا عايز اسال كتير قوي ومش قادر اصدق، ونفسي البرنامج يستمر ساعتين. يعني منتظرين تليفوناتك معنا يوميا، واسالينا كل يوم سؤال. ربنا يخليك يا استاذ ناصر. شكرا يا استاذه منى. استاذ عبد الوهاب من هنا، اتفضل. استاذ عبد الوهاب، الو. طيب نجاوب على سؤال استاذه منى. الاستاذه منى عايز اقول لها. اعتذر يا استاذ عبد الوهاب، ويا ريت تحاول تتصل بينا مره اخرى. اتفضل. عايز اقول لها ان اجتهاد الفقهاء ايضا اجتهاد من اهل العلم، وليس الفقيه نبي.
اذا ما يقوله هو قابل للتغيير، هو نفسه ممكن يغير. صحيح. يعني استاذنا الدكتور ناصف الدواصل عندما افتى بتحريم شرب السجاير هو بشر، وفي نفس الوقت علمه ياخذه من واقع حياه الناس في اثار السجاير على الجسد. فلما استمع من الاطباء اثار السجاير على الجسد بضررها البالغ اللي بتؤدي الى عشرات الامراض، ويمكن اهلاك المال في الصحه واهلاك المال في حرق هذا التبغ، ادى الى رؤيه استاذنا الدكتور ناصر عندما قال بان شرب السجاير حرام، وتعليله لذلك لا يوجد آية في القرآن نصا على السجاير، ولا يوجد حديث نصا في السجاير، وإنما في القرآن الكريم ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. فبيقول لك يا مسلم حافظ على جسمك، ما ينفعش تقتل نفسك ولا تقتلوا أنفسكم. فأنت كونك تاخد السجاير سجارة بعد سجارة يبقى أنت في موت بطيء، يبقى أنت بتموت نفسك. وفي علماء أخرين أفتوا بنفس الفتوى أعتقد. نعم، بس لحظة عشان بس أبين الفقه جاي إزاي. ده مش دين، ده اسمه فقه. يعني احنا بناخد حكم فقهي، ما بناخدش حكم سماوي الوقتي، لان ما عنديش نص في القرآن الكريم حرمت عليكم السجاير. ولكن من اين جاء حكم السجاير؟ من الضرر الذي يأتي بالنفس والذي يأتي بالمال، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار حتى صارت قاعدة. فمن خلال هذا وجد ان شرب السجاير حرام. ايه رأيك ان في فقه اخر كما ذكر الحنفية بان التبغ في ايامهم ما كانوش شايفين أضرار التبغ، فوجدوا بأن التبغ وشرب الدخان مكروه وليس حراما، وبعضهم رخص فيه أجازه. كان منطقهم إن احنا هم بيقولوا لم نرى ضررا، ما شافوش الضرر. أيام زمان ما كانش فيه علم الطب الحالي، فقالوا احنا ما شفناش ضرر، بنشوف ناس كبار في السن وبيشربوا السجاير وبيشربوا التبغ ولا يقع بهم مكروه، بل بعضهم عمره طويل في التسعين وفوق التسعين وبيشرب، ولم نجد ما ذكر بأن فيه ضرر. الأمر الآخر أنه لا يغيب العقل، بناء عليه يكون مكروها من باب إضاعة المال والإسراف، خاصة أن الإسراف وإضاعة المال أمر نسبي. يعني أمر نسبي؟ يعني سيادتك ممكن تصرف مثلا تركب تاكسيات رايح جاي ويبقى بالنسبة لك ده أمر ضرورة، غيرك يقول ده نوع من أنواع الصرف، كان ممكن تركب ميكروباص، إيه اللي خليك تركب تاكسي؟ واحد تاني يقول لك لا ده انت بخيل، تركب زي تاكسي كان يجب تجيب عربية مخصوصة توديك وتجيبك وتدفع لها أضعاف مضاعفة. فالصرف أمر نسبي وليس أمر محدد. الأمر الثاني الضرر كذلك، في واحد بيتحمل والتاني ما يتحملش، فأصبح التحمل والضرر أمر متفاوت وليس أمر نسبي. لهذا كانت فتوى أستاذنا الدكتور ناصف الدواصل، ودي فتوى دار الإفتاء وتعتبر الفتوى الرسميه، معنى الرسميه ان ما نقدرش نقول غيرها امام الجهات الرسميه، لكن في مداخل الفقه، في مدارس الفقه، في حلقات الفقه بنقول لا ده فيها راي وراي اخر. اذا في فرق بين الفتوى الرسميه التي تقال عند السؤال في الجهات الرسميه باعتبار صادره من جهه رسميه، وبين كون حلقه فقه. الفقه يحتمل يحتمل راي وراي اخر، يحتمل راي وراي اخر. من حقك تستفتي؟ من حقك تستفتي قلبك، لكن عندما تكون فتوى رسمية فيما يتعلق بالمؤسسات الدولة يجب ألا تكون في هناك فتوى أخرى بين مؤسسات الدولة سوى هذه الفتوى. بمعنى لما التلفزيون المصري عايزين يعرف حكم السجاير في إيه، هنقول حرام، ممنوع الناس يشربوا السجاير في الاستوديو، ممنوع الناس، وهكذا في المطار كذلك إلى آخره. ده المسلسلات السنه دي كلها ناس بيشربوا سجاير وبيضربوا رصاص، ويعني مش عارفين نعمل ايه. طب انا عايز ارجع لنقطه العمل الشاق واللاعبين وانتقل بقى للعمل الشاق. اول حاجه النهارده اخواننا في العراق يا دكتور ادوا اجازه رسميه لان درجه الحراره 50، فالصيام والعمل الشاق. والنهارده في نفس الوقت زي النهارده تم تأميم قناة السويس 26 يوليو سنة 56. كل سنة طيب يا دكتور. وأنا عايز أتكلم عن العمال اللي بنوا قناة، اللي حفروا قناة السويس بالصخرة، مات 200 ألف مصري في تعداد 6-7 مليون في الوقت ده. طب بس كفاية كده، أنت دلوقتي فتحت كذا موضوع. ما هو نفس الموضوع. لا. العمل الشاق. لا. العمل الشاق الشديد في في الحرارة الشديدة، هل ده يبيح الإفطار؟ إن العراق أعطت أجازة علشان درجة الحرارة 50. هو أنت مش عارف سيادتك إن ده قانون دولي؟ قانون دولي. أمال إيه؟ إذا ارتفع. وعشان كده جهات المراصد في بعض الدول بتخون ضميرها وما بتعلنش عن درجة الحرارة الرسمية. لأن لو أعلنت عن درجة الحرارة الرسمية ده بيتعطل فيها العمل. فبييجوا يعملوا يخونوا ضميرهم، وده برضه نداء
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نتمنى من كل موظف في كل مكان أن يكون أمينا. ما ينفعش عشان يجيله ألو من الرئيس يقول فخامة الرئيس أمرني، ولا سيادة الرئيس أمرني، ولا الوزير أمرني، ولا رئيس الوزراء أمرني. لا، خلي ربنا هو الكبير لك، فقل كلمة الحق. ما ينفعش واحد يخون ضميره. أنت بتشوف درجة الحرارة كام، اعلنها صراحة، ما فيش مجاملة، لأن الناس أصحاب الأعمال بيتمنوا ما يتعلنش درجة الحرارة العالية علشان العمال ما يروحوش. لكن ده قانون دولي مبني على مراعاة حق العامل، لهذا يجب أن نقف لصالح حق العامل. زي ما العامل له حق في المرتب المجزي، وله حق في الراحات، وله حق أيضا في عدم تعطيل العمل في ساعات ارتفاع درجة الحرارة بدرجة معينة معروفة دوليا، يبقى يجب أن نحترم هذا. لكن هل ده يمنع من الصيام؟ لا، أنت بتصوم. ده رمضان اسمه رمضان ليه؟ من شدة رمضان، من شدة الحرارة. وما سمي رمضان إلا لأن أول رمضان العرب وسموه اسم رمضان عليه كان جاي زي النهاردة أيام دي في شديد الحرارة. لكن أنت أمامك رخصة تانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت ماشي آمن، ده أنت ماشي في دين حنين قوي، ده أنت عايش في دين مريحك. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما تخافش، خد قرارك طبيعي، ولما يتعب ارتاح. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني ديننا دين يسر. أما بالنسبة لعمال قناة السويس، فأنت عايز تترحم عليهم باعتبار أن هم لهم فضل، وأن ده بتقول يعني ذكرى التأميم. أنا طبعا شخصيا لا أوافق على التأميم إلا في حالة ضرورة. التأميم، تأميم أفراد ملك الأفراد، إزاي أخد ملك الغير وأممه؟ إلا إذا كان أخذ مني بغير حق فاسترديته. استرداد الحق ده واجب، لكن تأميم حق الغير لا طبعا، الإسلام لا يرفضه طبعا. بس تأميم، بس إن تأميم قناة السويس لم يكن من حق الغير، ده كان حقنا بنسترده. ده دكتور، ما أنا بقول لو إن هو طبعا بتبع حقنا وغيرنا أخده فإحنا استردناه. لكن تأميم الحق الأفراد اللي هو ما حدث إن يكون لك فيلا أخدها، يكون لك أراضي أخدها، ما أعتقد أن الإسلام يوافق على هذا التأميم. لأن زي ما دماءنا حرام أموالنا حرام. لا، أنا كنت متوقف عند عمالنا المصريين. أنا كتبت بحث عن عمال المصريين اللي حفر قناة السويس يا دكتور، إزاي كانوا بيتلموا من القرى ومن النجوع ويروحوا دليسيبس ويموتوا وكده، هم بيحفروا، بعدين القناة لما جت تفتتح ما كناش نملك حاجة فيها. يعني بس في الآخر أصبح مصر عندها قناة السويس طبعا، وكل العالم طبعا بيتمنى أنه يوفر نصف الرحلة زمنا وكلفة. صحيح. عن طريق مرور، وما كانش يقدر يحفرها للمصريين، فأصبح المصريين إحنا النهاردة كأحفاد هؤلاء العمال يعني. صحيح. منا كثير من خيرهم، وما حدش كان يقدر يحفرها غير المصريين، فنسأل الله لهم الرحمة. مدام بهجة من القاهرة. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا مدام. لو تكرمت ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي. انا بصلي صلاه التراويح مع الحرم، هل ده جائز ولا غير جائز؟ قدام التلفزيون؟ قدام التلفزيون. اوكي مدام بقى. بس السنه بس، يعني الفريضه لا، ما بصليش الفريضه معاه. ماشي. عشان احتمال النور يقطع او حاجه، فدي حاسه ان هي ما تنفعش يعني. ربنا يكون في عوننا كلنا مدام بقى. شكرا. استاذ ابراهيم من الجيزه. يا فندم. اتفضل يا فندم. السؤال الاول، ان كل سنه وحضرتك طيب والدكتور. وحضرتك بالصحه والسلامه يا استاذ ابراهيم. انا كنت ندرت ان اصوم اول رجب اول شعبان طول ما انا عايش. وبعدين في الفتره الاخيره جاتني حاله مرضيه الصبعين، والدكتور من حوالي 3 سنين قال لي ما اصومش. فلما جيت حاولت اصوم رمضان تعبت. واخد بال حضرتك؟ ففطرت وبطلع فتي. فبالنسبة لنا ندرت ندر بيني وبين ربنا طول ما انا عايش هصوم اول رجب اول شعبان، فالسنة دي ما قدرتش اول مرة يحصل. طيب فايه الوضع يعني؟ حالا هو نظر الصيام اول رجب واول شعبان من كل سنه، ولكن هذه السنه والسنين وكمان رمضان جاله مرض فمش قادر. لكن يعمل ايه في الندر؟ هو فاهم رمضان انه ما ارحم هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. يعني اللي نذر نذر ربنا أمره بالوفاء. ليه؟ من أجل إن الإنسان
ما يمكن أن يستحث على فعل الخير إلا أن يدفع نفسه بذلك. ففوت يا حباب النذر. لكن لو إن الإنسان نذر نذر يعجز عنه أو عجز عنه، ما كان يعجز صار عاجزا، أو نذر نذر من الأصل يعجز عنه، فسيدنا رسول الله قال كفارة النذر كفارة يمين. امسح النذر، امسحه بإيه؟ امسحه كأنه كان لم يكن. بإيه؟ بكفارة اليمين. اطعام 10 مساكين، كسوتهم، أو تحرير رقبة إذا عجز، فصيام 3 أيام. فأصبح لو كفر كفارة اليمين كأنه مسح النذر، خلاص نذر وعجز عنه. أقرب حاجة اطعام 10 مساكين. اطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وإطعام المسكين هو كيل من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو زي ما قلنا على مذهب الجمهور مد نص، نص كيلو من غالب قوت البلد، وعلى مذهب الحنفية صاع يعني 2 كيلو 185 جرام. مدام بهجة من القاهرة بتصلي التراويح قدام التلفزيون والفرض لا، وبتخاف النور يقطع زينا كلنا. هو الحكمة من صلاة الجماعة ايه؟ بالمناسبة أكثر المعاصرين، أكثر فقهاء المعاصرين، المسألة دي معاصرة ولا قديمة أول؟ المسألة دي معاصرة. ليه؟ التلفزيون أول حديث. ما نزل طلع في مصر 60. إذن المسألة ديت مسألة معاصرة وليس مسألة قديمة. ولا معاصرة جدا، النور يقطع كتير برضو دي ضبط دي معاصرة جدا، والمية لا لا ده بالعكس والزحمة وكل ولسه قطع النور كمان إن شاء الله الأمور هتصلح بإذن الله. يا رب جالنا رئيس وزارة هو خلاص الأمور هنقف على رجلين. يعني اللي صبرنا سنة ونص ما يصبرناش كمان 6 أشهر 7 أشهر. أعتقد يجب ندي فرصة لرئيس الوزارة يعني وليكن 6 7 شهور، وأعتقد هنبدأ نشعر بالأمل. لازم نشعر بالأمل وما لناش حل تاني غير الأمل. هو ما ادناش ميعاد واحد لحد دلوقتي يا دكتور رئيس الوزراء. لا ما يديش له 6 7 شهور. انت عايز منه ميعاد ليه؟ عايز ميعاد تشكيل وزارة. هو قال الأسبوع الجاي يعني أعلن عن ميعاد مؤقتا بس في أول معلن. هو انت ناوي تبقى وزير؟ أنا؟ خلاص ما دام مش مسألة مش ما تفرقش معاك. ما عنديش طموح. إذا الدنيا ماشية. إذا الدنيا ماشية. خلينا بس ندي الأمل. ويعني ما ينفعش نقعد نلاحق. عارف المراحة دي هتخلي الواحد ياخد قرار من غير ما يدرسه عشان خايف منك وخايف من راحة الناس. فبدل ما ياخد قرار خايف من الناس من الملاحقة سيبه ياخد القرار بهدوء، واللي صبرنا سنة وسبع شهور ثمان شهور يصبرنا. احنا وقتنا بيخلص يا دكتور. فالسؤال صلاة التراويح هل لا احنا عايزين نقول بس السؤال ده المهم ولا مش وقت؟ في وقت يا استاذ خالد. اللي هو الصلاة خلف المذيعة او خلف التلفزيون. بنقول الاصل في صلاة الجماعة ان المأموم يأتم بالامام، ما جعل الامام الا ليتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا رفع فارفعه، وإذا سجد فاسجدوا. فدل الحديث على أن الإمام وظيفته منسق من أجل أن المأموم يهدأ ويطمئن في ركوعه وسجوده. الأمر الثاني أنه يسمع القرآن الكريم، خاصة أن المأموم ممكن ما يكونش حافظ والإمام حافظ. إذن وظيفة الإمام في الصلاة الجهرية أنه بيمتع المأموم بأنه يسمع، وفي الصلاة السرية انه بيمكن المأموم من الاطمئنان في الركوع والسجود. اذا وظيفه الامام هذه، من نظر الى هذه الوظيفه قال ايه اللي يمنع ان انا اصلي خلف المذيع او خلف التلفزيون؟ لان انا نيتي مع الله، وانا اللي مكبر تكبيره الاحرام، ولو النور قطع هنوي الانفراد. هو يحصل حاجه ولا حاجه؟ هنوي الانفراد واكمل لوحدي. ولو ان النور استمر والكهرباء مستمره يبقى اذا ده منظم ليا. لكن اكثر الفقهاء بيقول لا يجوز. ليه؟ لأن يشترط لصحة الجماعة التحام المأموم بالإمام. يعني التحام المأموم بالإمام لازم يكون فيه التحام جسدي، باعتبار أن الإمام لو حصل له شيء طارئ فاللي خلفه هيحل محله واللي خلفه هيحل محله، فلا بد أن يكون هناك حلول وإقامة بعضهم مقام بعض. لكن هنا في قطيعة، فمن يقوم مقام بعض فمن نظر إلى هذه من هذه الزاوية ألا يجوز، ومن نظر الى ان الامام وظيفته منسق بدليل ان ممكن يكون مسجد صغير زي ما بيحصل في مصر هنا في القاهره او في بعض المحافظات، وكثره المصلين وازدحامهم بيصلوا حول البيوت مع الامام الواحد في الحرم المكي والحرم النبوي، بتشوف الامام عند المحراب والماموم بينه وبينه اكتر من كيلو تقريبا، وملتحم مع المسجد خارج المسجد، وليس هناك ما يمنع من صحه تلك الصلاه. قال اذا يمكن طالما أمكنك أن تتابع الإمام. إذن فيها رأيين مش رأي واحد في النهاية، فيها رأيين مش رأي واحد. الجمهور بيقول لا لا يجوز، وبعض الفقهاء بيقول نعم يجوز. يجوز. السؤال بقى عشان السؤال اليوم، ما هو الحد الأدنى في عدد ركعات صلاة التراويح؟ ما الحد الأدنى في اليوم يعني؟
ولا 16؟ لا لا في اليوم الواحد. في اليوم. يا ريت تبعتوا لنا الاجابات مجمعه على الايميل وهو نزل على الشاشه دلوقتي. مشاهدينا اسمها الجائزة ايه؟ الجوائز 30 رحلة عمرة لمن هم فوق 16 سنة و30 جائزة مالية قيمة كل جائزة 1000 جنيه لمن هم تحت 16 سنة. اسمح لي يا دكتور اقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب. صحة وسلامة. لأن حضرتك أزهري والنهاردة الأزهر. افتتح زي النهاردة 7 رمضان كانت أول صلاة جمعة في جامع الأزهر وضع حجر الأساس وقد طبعا سمي الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء. 972 ميلادية 972 ميلادية 361 هجرية بالفعل يا دكتور ما شاء الله 7 رمضان طيب. فكل سنة طيب وكل سنة الأزهر طيب وكل سنة مصر طيبة. الأزهر ده أكبر وأقدم جامعة علمية وسيظل مرجعية علمية. صحيح. الجامعات الأخرى في مصر يمكن أول جامعة بعد الأزهر جامعة القاهرة أيضا جامعة علمية. الجامعات دي محتاجة استقلالية بصفتها مراكز علمية بنحترمها ونجلها باعتبارها مراكز علمية بس مش مراكز وصائية. تسمح لي أبدأ حوار غدا يا دكتور مع حضرتك في نبذة صغيرة عن الأزهر بكرة إن شاء الله؟ لا الأزهر يتحدث عنه أهله. لا أنا مش أسئلة في الجانب الفقهي. في الجانب الفقهي دقيقتين في مسائلنا في عشان حضرتك ذكرت الجامعة العلمية والفرق ما بين الجامعة العلمية والمرجعية. نعم. فهو ده سؤالي يعني هو مش خاص بالازهر بس. مرجعيه ايه؟ المرجعيه الاسلاميه او المرجعيه الدينيه. مفيش يعني في ناس عايزه تقول ان الازهر مرجعيه دينيه. أنا. فهو هي دي النقطه اللي عايز اسال عليها بكره فعايز ابدا بيها بكره ان وقتنا خلص. استاذنا الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقرن بجامعه الازهر نورتنا كالمعتاد ونراك غدا ان شاء الله. مشاهدينا نشوفكم بكره وحلقه جديده من مجلس الصائمين.